مهمته مهاجمة جهاز المناعة الذاتية في جسم الإنسان وبالخصوص المفاصل، إنه الروماتيزم. وتحت شعار تواصل لا تتأخر، أقامت الرابطة الكويتية لأمراض الروماتيزم يوما توعويا بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم. السنة هذه تحت عنوان تواصل لا تأخر، طبعا مثل ما يبين العنوان انه مهم جدا ان احنا نشخص الامراض الروماتيزمية في وقت مبكر ونعالجها بوقت مبكر، لان الدراسات كلها اثبتت ان العلاج المبكر هو اهم وسيلة للحفاظ على المفاصل وتجنب المضاعفات اللي تصير في المستقبل. فاحنا الروماتيزم بشكل عام ممكن نقسمه لجزئين، روماتيزم مناعي والغير مناعي. طبعا الاكثر شيوعا هو الغير مناعي، اما المناعي اللي هو في صميم عملنا احنا هو اللي يسبب التهابات وتآكل بالمفاصل. فهدفنا اليوم إن شاء الله أن نوعي الناس على الأمراض الروماتيزمية المناعية لما لها من آثار سلبية. المؤتمر تضمن محاضرات عرفت بأنواع الأمراض الروماتيزمية المناعية بالإضافة إلى العلاجات غير الدوائية والدوائية والحديث منها عالميا. فيها محاضرات تشمل تقريبا كل الأمراض المهمة اللي ممكن أن المرضى يسألون عنها، وفي عندنا استشارات طبية أيضا مجانا، في عندنا مختبرات طبية تحاليل مجانا للمرضى. التشخيص المبكر بشكل يعني في دراسات كثيرة أثبتت أنه تؤثر على المستقبل المرضي للمريض. اللي يتشخص بصورة مبكرة ويبتدي العلاج بصورة مبكرة المرض عنده يكون جدا أخف، وممكن الوصول إلى النتائج النتائج الشفاء تكون. ويبقى الكشف المبكر عند المريض مهم جدا لتجنب مخاطر الوصول إلى مراحل متقدمة يصعب معها الشفاء، وقد تؤثر على جوانب عديدة من حياته اليومية. أسماء السعدني، تلفزيون دولة الكويت.